شكرا سيد رئيس محترم، السيدات والسادة الوزراء والمستشارون المحترمون. عملا بأحكام الدستور لا سيما الفصل 100 منه والقاضي بمواكبة قضايا السياسة العامة، يسعدني أن أحضر اليوم بمجلسكم الموقر لتقديم أجوبة على أسئلة السيدات والسادة المستشارين المحترمين. وأود بالمناسبة أن أعبر لكم عن شكري البالغ لاختيارنا لموضوع واقع التعليم وخطة الإصلاح في هذه الجلسة الشهرية، وهو الموضوع الذي يكتسي مكانة هامة داخل مضامين البرنامج الحكومي الحالي وبعدا استراتيجيا ضمن ورش الدولة الاجتماعية الذي باشرت الحكومة تنزيله. فكما هو معلوم، يشكل الحق في التعليم جوهر الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور المغربي لسنة 2011، حيث أن أحكام الفصل 31 أكدت صراحة على ضرورة تعبئة كل الوسائل المتاحة من قبل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة من الحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة، في حين أكدت مضامين الفصل 32 على أن الدولة والأسرة تلتزمان بضمان حق الطفل في الاستفادة من التعليم الأساسي. ولا يخفى عليكم حرص جلالة الملك محمد السادس نصره الله على ألا يخلف بلدنا موعد مع الإصلاح الجوهري لهذا القطاع المصيري، وعلى ضرورة تعبئة الجهود بما يعيد الاعتبار للمدرسة المغربية ويجعلها تقوم بدورها التربوي والتنموي المطلوب، وهو ما أكده الخطاب الملكي لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية لسنة 2017، حيث أكد جلالته حفظه الله على أن أفتح القوسين المغاربة اليوم يريدون لأبنائهم تعليما جيدا لا يقتصر على الكتاب والقراءة فقط، وإنما يضمن لهم الانخراط في عالم المعرفة والتواصل والاندماج في سوق الشغل، ويساهم في الارتقاء الفردي والاجتماعي بدل تخريج فئات عريضة من المعطلين. انتهى خطاب جلالة الملك. سيد الرئيس المحترم، السيدات السادة المستشارون المحترمون، لقد شكلت جائحة كوفيد 19 فرصة لتجديد النداء إلى تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، أي الدولة التي تضع المواطن في صلب انشغالتها وتتبنى سياسات أكثر طموح على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما يتطلب منا اليوم الشروع في إجراء مجموعة من التحولات الكبرى بغية ملائمة دور الدولة مع المتطلبات الجديدة للمغرب ما بعد كوفيد، لإعادة توجيه الخيارات التي تقوم عليها مختلف التدخلات الحكومية وتعزيز حكامتها، وفي مقدمتها منح المواطن مكانة مركزية وتعزيز مهام التخطيط الاستراتيجي وفق رؤية بعيدة المدى. فقد تعزز خلال الآونة الأخيرة بمختلف تحدياتها الصحية والجيو استراتيجية الوعي العميق بأن إصلاح منظومة التربية والتكوين أضحى أكثر من أي وقت مضى مسألة أساسية لتحقيق التماسك والعدالة والسلم الاجتماعيين، وهو هدف ينبغي أن يحفزنا جميعا على التحلي بإرادة حقيقية لتغيير السلوكات التدبيرية ووضع إطار عمل واضح وطموح، حيث لم يعد أمام بلادنا خيار سوى التعجيل بالنهوض بمنظومية التعليمية بما يسمح بضمان جودة وفعالية العرض المدرسي والولوج العادل لمختلف فئات المجتمع إلى المرفق التعليمي، فضلا عن التطوير التربوي والبيداغوجي للتلاميذ ونجاح
ونجاعة العرض التكويني واستدامة الموارد المالية الضرورية للمنظومة على المدى الطويل. وفي هذا الإطار جعلت الحكومة من تنمية رأس المال البشري أحد دعامة ترسيخ الدولة الاجتماعية عبر الالتزام بإنجاح مدرسة تكافؤ الفرص وتعزيز الاهتمام بالثقافة والرياضة كمدخلين أساسيين لتمكين كل مواطن من حقهم الدستوري في التعليم الجيد وتمكينهم من الارتقاء الفردي والاجتماعي، إذ وضع البرنامج الحكومي تصورا متكاملا لضمان تكافؤ الفرص فرص التعليم من خلال 6 مداخل أساسية كتعلق الأمر أولا بتعميم التعليم الأولي لجميع الأطفال في سن الرابعة، ثانيا تقوية المهارات الأساسية منذ المرحلة الابتدائية وخصوصا في مجالات القراءة والكتابة والحساب والبرمجة، ثالثا تعميم المدارس الجماعية والنقل والمطاعم المدرسية، رابعا رد الاعتبار لمهنة التدريس، خامسا تعزيز الكفاءات من خلال الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي، سادسا التكوين المهني والمستمر. إن هذه المداخل الأساسية هي التي ستمكننا من تنزيل توصيات النموذج التنموي الجديد الذي سبق أن عبر عن طموحه في إحداث نهضة حقيقية للمنظومة التربوية ووضع المدرسة العمومية في صلب المشروع المجتمعي في أفق 2035 من خلال تمكين هذه الأخيرة من الآليات اللازمة لتلقين المهارات الأساسية وضمان الاندماج الاجتماعي للمتدرسين ودعم نجاحهم الأكاديمي والمهني. فمن الضروري اليوم تجاوز الأزمة المتعددة الأبعاد التي يعانيها النظام التربوي الوطني والمتمثلة في استرجاع ثقة المغاربة إزاء المؤسسات التربوية وهيئتها التعليمية وإعادة بناء دورها في تحقيق الارتقاء الاجتماعي والتأقلم مع التحولات السريعة التي يعرفها عالم اليوم، وكذا من أجل الانسجام مع الرؤية الاستراتيجية للإصلاح من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء 2015-2030 ومضامن القانون الإطار رقم 51-17 الرامية إلى جعل المتعلم متشبتا بروح الانتماء للوطن ومعتزا برموزه ومتشبعا بقيم المواطنة ومتحليا بروح المبادرة للإسهام في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والمشاركة الفعالة في الأوراش التنموية للبلاد بما يحقق تقدم المجتمع والإسهام في تطوراته السيد الرئيس المحترم، السيدة السادة المستشارون المحترمون، إننا حريصون داخل الحكومة على إنجاح هذا الإصلاح الشامل والدامج لمنظومة التربية التكوين، كما ندرك أيضا أن ربح تحدي التعليم الجيد والمنصف يستدعي تدبيرا محكما لهذا التغيير ينبني على تثمين المكتسبات ويستلهم أسسه من التجارب الناجحة كما يأخذ العبر من الإخفاقات، ونحن على قناعة راسخة بأن الواقع الحالي للتعليم ببلادنا رغم المكتسبات على مستوى توسعة العرض المدرسي والدعم الاجتماعي ما زال دون انتظارات صاحب جلالة نصره الله ودون انتظارات فئات عريضة من المواطن من الشعب المغربي. ففيما يخص التعليم الأولي مثلا، فرغم التقدم الملموس في تعميم التعليم الأولي في إطار البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي، فما زال هناك نقص على مستوى القاعات المجهزة والأطول المؤهلة لتوفير ظروف تلاؤم الحاجات الحركية والوجدانية واللغوية والذهنية للأطفال في سن الرابعة وخصوصا في المجال القراوي.
في المرحلة الابتدائية فإن قرابة 300 ألف تلميذ يغادرون المدرسة كل سنة، كما أن 30% من التلاميذ هم من أبانوا على الكفايات المستهدفة في نهاية الابتدائي، وتنخفض هذه النسبة إلى 10% بالإعدادي، مما يطرح أسئلة استفهام كبيرة على جودة التعلمات. بالإضافة إلى ضعف التحصيل المسجل عند غالبية التلاميذ، فقد سلط تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019 و2020 الضوء على حرمان 29% من التلاميذ بالوسط القروي و13% من الوسط الحضري من متابعة الدروس عن بعد خلال فترة الحجر الصحي. إن التذكير بكل هذه التحديات والاختلالات التي لا زالت قائمة في واقع منظومتنا التعليمية لا يجب النظر إليها كتشخيص لواقع المدرسة الذي نعلمه جيدا، بل على العكس من ذلك، فهو يعتبر في نظرنا وقفة ضرورية وموضوعية وخطوة أساسية لمعاينة مواطني القوة والضعف في هذه المنظومة. وهذا ما سيؤهلنا لاستشراف المستقبل عبر تقديم حلول ملموسة قابلة للقياس في إطار عمل حكومي مسؤول وشفاف يقوم رفع من وتيرة المنجزات ومواجهة العراقيل التربوية والتكوينية والسوسيو اقتصادية والتدبيرية التي لطالما كانت تحول دون توفر فرص منصفة للتعلم لجميع التلاميذ. وعلى هذا الأساس فقد اشتغلت الحكومة منذ البداية ديالها على بلورة خارطة طريق طموحة بتشاور موسع مع كل الفرقاء المعنيين لتحقيق طفرة على مستوى التعلمات من خلال إعادة النظر في المثلث البيداغوجي التلميذ الأستاذ والمدرسة، فضلا عن إطلاق مجموعة من الأوراش الإصلاحية من أجل الاستجابة للحاجيات الآنية للتلاميذ والأطر التربوية والإدارية. ووعيا من الحكومة بضرورة التمكن من تحقيق إصلاح عميق تتملكه وتدافع عنه كل الأطراف المعنية بنجاح المدرسة، فقد تبنت الحكومة مقاربة تشاركية تستحضر تصورات ورغبات وآمال كل الأطياف بما فيها التلاميذ والآباء والأساتذة والهيئة الإدارية، بالإضافة إلى الأطراف ذات الصلة بالحق في التعليم وجودة التعلمات على المستويات المحلية، إقليمية، جهوية والوطنية. فلذلك فإن المشاورات الوطنية لتجويد المدرسة العمومية تمثل في نظرنا أسلوبا شفافا وفعالا في العمل الجماعي، نسعى من خلالها إلى توسيع دائرة المساهمة في البناء المشترك والمتواصل لهذا الإصلاح، وضمان انخراط كافة مكونات المجتمع في صياغة وتنفيذ خارطة الطريق 2022 و2026 التي تعتبر جوهر هذه المشاورات الوطنية، حيث يرغب التلاميذ أن تشكل المدرسة فضاءً تتكامل فيه عملية التعلم مع مستلزمات اكتساب المعارف والترفيه بتوفير المكتبات وقاعة للمطالعة ومسارح وملاعب رياضية وغيرها. في حين عبر الأساتذة عن ضرورة أن تشكل المدرسة فضاء للحوار والتعبير، لأن الأطفال باتوا يرفضون الملل ويطلبون من الأستاذ الابتكار والابتداع والإبداع، كما عبر الآباء عن أملهم في استرجاع المدرسة لدورها الأساسي واستعادة الثقة بين الأستاذ والتلميذ وإعادة الثقة بين المدرسة العمومية والمجتمع. وأخذاً بعين الاعتبار لكل هذه التطلعات المعبر عنها من قبل أطراف الحقل التعليمي ببلادنا، ستنشغل بكل عزيمة وإصرار سنشتغل بكل عزيمة وإصرار على ضمان التقائيتها مع المحاور الكبرى للورش الإصلاحي الذي سيقود عملنا في هذا الإطار والرامي إلى تحقيق الأهداف التالية بحلول سنة 2026: خفض نسبة الهدر المدرسي بمقدار ثلث في كل سنة، تجويد
المكتسبات والتعلمات في المدرسة من خلال زيادة معدل تمكين المتعلمين من الكفايات الأساسية وتوفير بيئة مناسبة وشروط ملائمة للمشاركة والنجاح داخل المدارس من خلال مضاعفة المستفيدين من الأنشطة المندمجة، إذ لا تتجاوز النسبة المسجلة حاليا للمستفيدين 25 من الأطفال المتدرسين. سيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة المستشارون المحترمون، إن تنزيلا محكما للأهداف الاستراتيجية المشار إليها آنفا يستدعي منا تفصيل مضامنها وفق إجراءات عملية وواضحة وقابلة للتنفيذ، حتى تتمكن الهيئات الحكومية المعنية من ضمان تنزيلها الجيد على أرض الواقع. ففيما يخص التدابير المتعلقة بمحور التلميذ الذي لا طالما اعتبرناه عصب المدرسة العمومية وهدفها الأول والأخير، فإن هذا الوجه الإصلاحي الجديد يسعى إلى تمكين التلاميذ من التعلمات الأساسية وضمان مواصلتهم واستكمالهم لتعليمهم الإلزامي. لتحقيق ذلك تستهدف خارطة الطريق تعميم التعليم الأولي في أفق 2028 وضمان جودته لتهيئ المتعلمين لمرحلة التعليم الابتدائي عبر إحداث حوالي 4000 وحدة في السنة لفائدة الأطفال لتراوح أعمارهم من 4 و6 سنوات، من خلال تبني استراتيجية مجالية فعالية مواكبة ببرامج تحسيسية موسعة للأسر خاصة في المناطق الغير المشمولة بهذا النظام التعليمي وخاصة الوسط القروي، فضلا عن تمكين المربيات والمربيين في هذا المستوى الدراسي من تكوين متين وجيد ووضع آليات للتدبير المفوض مع الشركاء الجمعويين، ولتحسين نمط تتبع ومواكبة وضعية التلاميذ وضمان تحصيلهم للتعلمات الأساسية. سنعمل على تحديد أهداف التعلمات وتقويمها من خلال إعداد أطر مرجعية لكل مستوى دراسي واطلاع الفاعلين بوضوح على الكفايات المحصلة نهاية كل سنة، مع وضع نظام يحدد التعثرات ويقترح مقاربات مندمجة داخل الفصول الدراسية وأخرى تكميلية خارج زمن التمدرس بإشراك متخصصين. وبغية تمكين كل تلميذ من تحقيق اختياراته، ستحرص خارطة الطريق على إيجاد مسارات متنوعة وبديلة من المستوى منذ المستوى الإعدادي تضمن اندماجهم في المسارات المهنية في الثانوي التأهيلي من خلال تعزيز مواكبة التلاميذ من طرف مستشاري التوجيه منذ نهاية المستوى الابتدائي ووضع نموذج للكشف المبكر والاستباق عن احتمالات الفشل الدراسي أو الانقطاع للتمكن من التدخل في الوقت المناسب. في حين أن تلبية الحاجية الأساسية وتوفير شروط جيدة للتمدرس والنجاح يستلزم رفع من آليات الدعم الاجتماعي بالمدارس، سواء من خلال تحسين جودة آليات الدعم الاجتماعي أو عبر ضمان ملائمة ونجاعة الخدمات المقدمة لفائدة التلاميذ، لا سيما فيما يتعلق بالنقل المدرسي والمطاعم والأقسام الداخلية والمدارس الاجتماعية. ولضمان استدامة الإصلاح سنعزز ذلك باعتماد نموذج ناجح للحكمة وللتمويل. السيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة المستشارون المحترمون، إن عملية التعلم في عمقها الإنساني إن عملية التعلم في عمقها الإنساني تناقل جيلي للمعرفة، ما يجعل الموارد البشرية يعني عمودها الأساسي. لذلك فالحكومة تتوخى من خلال ثاني محاور الخطة الجديدة للإصلاح تهيئ الأساتذة للمساهمة في تحقيق النجاح للتلاميذ في مساراتهم التربية والتعليمية عبر ضمان تكوين أساسي ومستمر ذو جودة للارتقاء المهني للأساتذة بدعم من هيئة التفشيش، مع تحسين جودة الإجازة في التربية والرفع في الكفايات والقدرات واجعلها الطريق والخيار الأفضل لمن يرغب في ممارسة
في ممارسة مهنة التدريس مزودة بخطة التكوين المستمر لفائدة الأساتذة وارتقاء بمسارهم المهني، بالإضافة إلى تعزيز نظام الوحدات التطبيقية في التكوين الأساسي والمستمر من خلال تعميق المراقبة التطبيقية ولأجل داخل القسم. ولأجل ذلك سيتم إحداث مركز للتميز لضمان جودة منظومة تكوين الأساتذة وبغية الرفع من جاذبية المهنة. سيتم العمل على تحقيق وضعية مريحة للأساتذة وخلق مناخ عمل جيد داخل المؤسسات التعليمية وتثمين مجهودات الأطر التربوية وتقدير التزامهم تجاه المتعلمات والمتعلمين وتعزيز التعاون لبناء نظام أساسي جديد للمدرسين والجسم التربوي في إطار الحوار الاجتماعي وخلق التناغم والملائمة بين جميع الوضعيات المهنية وفتح آفاق جديدة واعدة للارتقاء الوظيفي، وهو المعطى الذي سيمكننا من تحسين الوضعية للأساتذة مع ربطها بجودة مسارهم المهني ومسؤولياتهم ومدى التزامهم اتجاه التلاميذ، فضلاً عن توسيع أدوار المفتشين لتشمل مهام التأطير والمصاحبة ومواقبة الجودة، بالإضافة إلى دورهم الأصلي والمتمثل في التقييم. في هذا السياق واعتباراً لما يكتسيه هذا المكون من أهمية واستعجالية، بشرت الحكومة أجراءت العديد من التدابير لرد الاعتبار لمهنة التدريس، لا سيما من خلال التوقيع على اتفاقية إطار خاصة بتنفيذ برنامج تكوين أساتذة سلك التعليم الابتدائي والثانوي في أفق 2025 ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، حيث رصدت لها غلاف مالي يصل إلى بعض المليار ديال الدرهم على مدى 5 سنوات، وذلك قصد إرساء هندسة جديدة للتكوين الأساسي. ويهدف هذا البرنامج إلى دعم التكوين الأساسي لطلبة سلك الإجازة في التعليم وجعله مسارا للتميز ورافعا للتعليم ديال الجودة، عبر وضع نظام للتكوين لمدة 5 سنوات كيشمل 3 سنوات ديال الإجازة، سنة ديال تأهيل المراكز الجهوية وسنة أخرى للتدبير يعني التدريب الميداني في المؤسسات التعليمية، مع ما يتطلبه ذلك من تحسين جودة التكوين وتطوير الجانب البيداغوجي بالمدارس العليا للأساتذة وإحداث المسالك لاستقطاب الطلبة المتميزين وتخصيص تعويضات لفائدة الطلبة المسجلين مقابل القيام بأنشطة تربوية لفائدة المؤسسات التعليمية وتوسيع عروض الاستقبال وفتح كذلك مسلك الإجازة في التربية للطلبة الحاصلين على البكالوريا +1 أو +2 من ابتداء من السنة المقبلة. وستمكنها الاتفاقية خلال 5 سنوات المقبلة من الرفع من عدد الأساتذة المسجلين في مسالك الإجازة للتعليم الابتدائي والثانوي بأكثر من 5 مرات، ليصل عدد الطلبة المسجلين في أفق الموسم التكويني 2026-2027 إلى أكثر من 50 ألف طالب عوض 9000 طالب حالياً. في أفق انخراط 80% من الأساتذة الجدد بالسلك الابتدائي والثانوي في هذا السلك التكويني الجديد، كما أنه لتسهيل عمل الأساتذة وتعزيز أثرهم على المتعلمات والمتعلمين سيتم تجديد المقررات والمقاربات البيداغوجية وتقوية استعمال الأدوات الرقمية عبر تمكين هيئة التدريس من الدلائل البيداغوجية والعتاد ديداكتيك لممارسة تربوية ممارسات تربوية ناجحة، بما يضمن اكتساب التعلمات الأساسية وإطراء المواد البيداغوجية. ومن جهة أخرى وبهدف توفير مؤسسات حديثة وعصرية ينشطها طاقم تربوي يتمتع بالحيوية والدينامية ويساهم في خلق مناخ وبيئة تعليمية محفزة، تتوخى خارطة الطريق في أفق 2027 إعمال جملة من الرافعات الأساسية تروم تدعيم استقلالية المؤسسات وتمكينها من تدبير فعال
مع ما يتطلبه ذلك من الرفع المنتج لميزانية الاستثمار وتشجيع تفويض الخدمات التي لا تدخل في صميم المهمة التربوية وتحسين الشروط اللوجستيكية داخل المؤسسات التعليمية ومراقبتها. ولضمان حوار مستمر مع الأسر، سيتم الاشتغال على تكوين فريق تربوي ملتحم مع مدير المؤسسة تناط به مهمة القيادة التربوية وإرساء حوار تربوي. وحتى تطلع المدرسة بمهامها كفضاء مفعم بالحياة والمتعة خارج الزمن المدرسي، تستهدف الخطة الإصلاحية الجديدة تنويع الأنشطة التربوية للتلاميذ من حراسة ودعم مدرسي ورياضة، إضافة إلى القراءة واللغات والمسرح والموسيقى وسواها من الأنشطة، من خلال تعبئة مختلف الفاعلين المعنيين في البيئة المحيطة بالمدرسة والتشجيع على التطوع التربوي لضمان جودة الخدمات المقدمة. بالموازاة مع مختلف الأبعاد التي تضمنتها خارطة الطريق والتي استعرضت أهم مضامينها أمام مجلسكم الموقر، واللي هي بالمناسبة يعني حوار مع يعني الأساتذة ومع التلاميذ ومع هذا اللي كيقودوا السيد الوزير المشكور، اللي كيكونوا دي كونسيبت وكنتصنتوا الناس وكيجاوبوا وكنشوفوا فين هو التوجه، وهذا الشيء اللي كيتضح اليوم ما هو الا يعني بدايه ديال واحد التوجه اللي بدا كيبان من هذه الاجتماعات اللي كيقوم بها السي شكيب بن موسى مشكورا. وفي هذا الاطار ومن اجل تزويد المنظومه التربويه بالوسائل اللازمه لتحقيق هذه التحولات، فقد عرف المجهود الميزاني ميزانيه انتقالا ملحوظا، اذ تقدر الميزانيه المخصصه لوزاره التربيه الوطنيه والتعليم الاولي والرياضه برسم السنه الماليه ديال 2020 62 مليار و451 مليون ديال الدرهم، تتوزع على حوالي 56 مليار مخصصه للتسيير و11 مليار اللي هي موجهه للاستثمار، مسجله بذلك ارتفاع بنسبه 6% بالنسبه للميزانيه المصودة للقطاع مقارنة مع السنة ديال 2021، أي بزيادة تقدر ب 3 مليار و 600 مليون ديال الدرهم اللي تعطات للتعليم، يعني كتشجيع لهذا القطاع اللي هو مهم في الدولة الاجتماعية. إن تخصيص موارد مالية إضافية سيمكن بلا شك من تعزيز الاهتمام بالتدابير ذات الأثر الكبير على القطاع، خاصة ما يتعلق منها بتوسيع العرض المدرسي وتحسين الجودة والدعم الاجتماعي لأبنائنا. ففيما يتعلق بتعميم التعليم الأولي وضمان الجودة دياله، فقد تم التوقيع على 3 ديال الاتفاقيات للشراكة حول تطوير وتعميم هذا النمط الدراسي. وقعت هذه الاتفاقيات مع المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي ووزارة المالية ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وكتهدف هذه الاتفاقيات في مجملها إلى العمل على رفع من معدل التمدرس في التعليم الأولي من 72.5% إلى 79% نهاية 2022، خاصة في المناطق القروية والشبه الحضرية، مع تنزيل منظومة مندمجة ومتكاملة لتكوين المربيات والمربيين وتقوية قدراتهم المهنية والرقي بأدائهم والحرص على انتقاء المتوفرين على الأهلية لمزاولة المهنة وتوفير الأدوات التعليمية والوسائل الديداكتيكية والتجهيزات الملائمة. ولمحاربة الهدر المدرسي، سيتم تركيز الجهود على توسيع البنية التحتية للمدرسة وتقريبها من المستفيدين وتعزيز خدمات الدعم الاجتماعي لمواجهة المعوقات التي ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية التي تحول دون ولوج المدرسة أو متابعة التمدرس. هذا الصدد استفاد حوالي 3,700,000 تلميذ وتلميذة من المبادرة الملكية مليون محفظة خلال الموسم الدراسي 2021-22، كما بلغ عدد المستفيدين والمستفيدات من برنامج تيسير 2,500,000 يعني من التلاميذ،
كما تم كذلك إطلاق برنامج وطني للدعم التربوي يهدف إلى الوقاية من الحظر المدرسي من خلال مخططات جهوية وإقليمية للدعم التربوي تستخدم منهجية جديدة للتدريس تواكب كل تلميذ حسب مستواه، وهي تجربة أثبتت فاعليتها في العديد من الدول ويجري تجربها حالياً مع 10,000 تلميذ على أساس تعميمها لتصل 100,000. والوزارة مشكورة أنها تتابع هذا البرنامج ووقف عليه إن شاء الله باش أولادنا ما يبقوا في المدرسة ولا عندهم شي مشكل يماصوا معهم يعني في ساعة أخرى باش تحسن الوضعية الدراسية. فضلا على تنظيم حملات تحسيسية لفائدة التلاميذ من الوقاية من الهدر المدرسي وإرجاع المنقطعين ومواكبتهم لمتابعة الدراسة أو تسجيلهم في التعليم غير النظامي، ستواصل الحكومة في نفس هذا السياق بذل المزيد من الجهود للعناية بالجانب الاجتماعي المواكب للعملية التعليمية، خصوصا فيما يتعلق بتجويد حكامة الداخليات والمطاعم المدرسية، إضافة إلى توسيع شبكة النقل المدرسي، وهي الجوانب التي من شأنها تحفيز التلاميذ وتحسين أدائهم الدراسي خاصة بالعالم القروي. ومن جانب آخر كتنكب الوزارة على تجديد المنهج المدرسي في السلك الإعدادي وتكوين تقريبا 35,000 إطار تربوي، فيهم مفتشون، مديرون، مؤسسات، مديرو ديال المؤسسات، فيهم اساتذه، من اجل مواكبه هذا التجديد. وغادي يتم كذلك القيام باصلاح شامل للدعم المدرسي والامتحانات، وذلك من خلال ميزانيه ديال 120 مليون درهم، عطات فيها 10 مليون لتحسين البرامج التوجيه، وتخصص 10 مليون اخرى لاستعمال التكنولوجيا ولتشجيع التفتح الثقافي للتلاميذ. تم تخصيص 250 مليون ديال الدرهم للحياة المدرسية برسم 2021-2022، ولتعزيز العرض المدرسي وتحسين شروط التعلم والعمل المرتبطة بالمؤسسات التربوية. فقد تمت برمجة غلاف مالي يبلغ 2.3 مليار ديال الدرهم، 2 مليار و 300 مليون درهم برسم قانون المالية لسنة 2022 اللي احنا فيه، سيهم بناء ما يقرب من 230 مؤسسة جديدة، منها 30 مدرسة جماعية و43 داخلية. كما تعتزم الحكومة توسيع شبكات المدارس الجماعية البالغة عددها اليوم 226 مدرسة كيستفد فيها 60,000 تلميذ، وغادي تمشي إن شاء الله إلى أرقام جد أهم في المستقبل. كما تم إطلاق برنامج للتدخل الاستعجالي لوضع برامج جهوية وإقليمية لتنفيذ مخططات لتأهيل المؤسسات قبل الدخول المدرسي المقبل وتأهيل الباقي في السنة اللاحقة، حيث يتم في هذا الصدد توقيع اتفاقية إطار مع الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة من أجل الإشراف المنتدب على تنفيذ مشاريع بناء وتأهيل المؤسسات التعليمية. وبرسم سنة 2022 ستخصص 44 مليون درهم لدعم الرياضة المدرسية، يتم توجيهها لتأهيل البنيات الرياضية بالمدارس وإنشاء 250 مركز رياضي بالمؤسسات الابتدائية التي لا تتوفر على هذه المراكز، وإرساء رياض مسار رياضة ودراسة ب 75 مؤسسة سيستفيد فيها إن شاء الله 5,000 تلميذ من هذه المسالك. أما فيما يخص تطوير الرقمنة والربط بشبكة الإنترنت، كتهدف الحكومة إلى تعميم الإنترنت في 90% من المدارس في إطار تصور كامل يعزز المنظومة المعلوماتية في قطاع التعليم عن طريق تجديد المعدات وتوسيعة نظام ديال المسار. ما يخص اللغة الأمازيغية، فالعمل جاري على متابعة تعميم تدريسها، حيث سيبلغ عدد المدارس حوالي 1941 مدرسة ابتدائية سنة 2022 مع التكوين الأساسي والمستمر للأساتذة والمفتشين وأطر التربية في اللغة الأمازيغية. شكرا لكم.